ببقعة جغرافية ضيقة وفي مبنى واحد فقط تنفق الدولة اللبنانية الملايين بدل إيجار لوزارة المهجرين واتحاد النقل البري والبحري ووزارة التنمية الإدارية. مبنى الأسكوا هذا جارنا اللي هون اللي مسكرنا الطريق. طيب بسنة واحدة هالسنة بال 2017 أضيف مبلغ 1,800,000,000 ليرة على إيجار الأسكوا، صار 15 مليار ليرة. مذ بدأت تتكشف الأرقام عن مليارات تنفقها الدولة اللبنانية كبدل إيجار على إدارتها ووزاراتها، كان من المرجح أن تتجه الحكومة اللبنانية نحو خفض هذه التكلفة في موازنة شعارها خفض الإنفاق. لا لا، يعني بدكم نتكشف عم نتكشف شو بدكم. على أن البقعة الجغرافية وإيجاراتها باقية وتتمدد على مساحة الخريطة اللبنانية لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 230 مليار ليرة لبنانية. اليوم مراجعة أرقام موازنة 2019 متبين أنه الدولة رح تصرف بحدود 230 مليار ليرة إيجارات أبنية حكومية للإدارات والمؤسسات العامة، بتخفيض حوالي 3.8 مليار ليرة عن موازنة السنة الماضية. إجمالي التخفيضات مثل ما قلنا هو بحدود 4.8 مليار ليرة، في محلات ارتفع. إذا عم نقول 230 مليار السنة، سنة الماضي كان مقارب له، هذا المبلغ عم يرتفع. إذا نقول نحن بال2000 كان المبلغ أقل من 100 مليار. الانخفاض الطفيف في موازنة تسعى لخفض العجز يؤكد أن العجز أسلوب بحد ذاته، كيف لا والدولة قادرة على بناء مجمعات حكومية تطيح كل الإيجارات وتلغيها مرة واحدة وأخيرة. استكملنا الشغل فيها ونحن على الأرض صرنا نشوف قبل كل شيء شو في عقارات تابعة للدولة اللبنانية. في ما فيك تعمر على عقارات بالقليل، إذا الدولة عندها عقار بدك تعمر على دولة على العقار تبع الدولة. لقينا أنه في عقارات يعني مش هينة مشان تقدر تبلش بالشغل. العقار الأساسي أكبر عقار هو العقار اللي بشفتوه تبع اللي ورا مبنى التي في آ يلي هونيك تابع لمدينة بيروت، هو بيطلع تقريبا إذا ما كذبني 100,000 متر وشوي، ورحنا وقتها شفناه محل ما فيه إذا بدك مصلحة سكة الحديد القديمة وفي البوستات وكل هالأمور درسناها وشفنا أنه كمان بيبقى أرض كتير منشان تقدر تعمر غير بناية أما غير كمان وزارة وتخليها كمان هي لمحطة، لأنه في مشروع كان أنه يعملوا مترو أما يعملوا ترين يرجعوا يمشوا سكة الحديد، فيك تخلي هونيك المركز الأساسي لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك وكذا. لقينا كمان انه بمنطقة بعبدة ما بقدر بنسى، لقينا في باركينج هونيك عم بيستثمروا شخص، يعني شفنا انه هالباركينج قريب للسرايا تبع بعبدة منه بعيد عن السرايا، جينا شفنا بعدين انه هالباركينج تابع للدولة والدولة ما معها خبر انه الباركينج إلها. واليوم نحن بنعرف بموازنة 2018 عملت الحكومة قانون برنامج وخصصت 750 مليار ليرة يصرف على 5 سنوات بحيث أنه يتم تشييد أبنية حكومية لاستيعاب أجهزة الدولة من الآن حتى سنة 2050 وينتهي الأجار بحدود سنة 2020. لكن ما حصل أنه بال 2018 ما عملنا شيء، جينا لل 2019 كان المبلغ المطلوب أنه ينصرف هو 200 مليار ليرة شلنا لحتى نخفف من العجز بالموازنة، وبالتالي الحكومة ما يبدو أنه في إرادة للخروج من هذا الموضوع بشكل نحد من النفقات. مع توافر المكان وإمكانية توافر التمويل يبقى السؤال الوحيد، لماذا لا تمتلك الدولة مبانيها؟ الجواب يكمن في هوية مالكي الأبنية أنفسهم. الدولة اللبنانية تستأجر المباني من رجال الدولة أنفسهم أو الحلقة الضيقة المحيطة بهم، كمبنى مديرية المغتربين الذي يملكه نجل رئيس مجلس النواب عبد الله بري بكلفة إيجار سنوي تبلغ 549 مليون ليرة لبنانية، أو كمبنى ديوان المحاسبة الذي يملكه الوزير السابق وليد الضعوق والذي تدفع الدولة بدل إيجاره 1,235,000,000 ليرة لبنانية، واللائحة تطول ومعها تهدر الأموال.
أبنية وأبنية وإيجارات ومليارات صرفت وستصرف في ميزانية عنوانها الحد من الإنفاق، ولأن العناوين غير مكلفة حري بهذه الدولة أن تطلق على نفسها عنوانا واحدا أحد، فهي دولة للإيجار. أدم شمس الدين، قناة الجديد.